السلام عليكم أصدقائي. في الفيديو السابق حكينا عن كيفية طباعة اسمنا وعمرنا ببرنامج في C++، واليوم حنتعرف عن مكونات البرنامج في C++ عن طريق أيضا كتابة اسمنا وبعض إضافات تانية، ولكن حنبلش من مستند فاضي حتى نتعرف شوي شوي على أجزاء البرنامج. نفكر هلأ أنه نحن بنطبع كلمة هلو من بداية عن طريق C++، لهيك المفروض أنه مثل ما شفنا بالماضي أكتب تعليم في Cout، هذا شيء ضروري. اكتب هلو، اكتب بعد اند ال، حاول شغل البرنامج. لاحظ فورا اعطاني خطأ هون عن تعليمات السي اوت. الخطأ هون سببه انه سي بلس بلس تتوقع مني دائما انه بلش كتابة برنامجي ضمن ما يسمى انتجر مين او اي ان تي مين، وهي الدالة او المكان اللي لازم دائما اكتب فيه بداية برنامجي. لهيك حاول هلا انتجر مين، افتح قوسين عاديات بعدين قوسين معكوفين، ولازم انا اكتب برنامجي او بلش برنامجي ضمن المين دائما. حاول اخذ هاي حطها هون، حاول ارجع شغل البرنامج. لاحظ هم يعطيني خطأ من نوع جديد وعم يقول لي انه السي اوت ما لها معرفة. الفكرة هون انه السي اوت هي اداة بتساعدني على الادخال والاخراج. لحتى اجيب هالاداة لازم اعرف مكانها. المكانة هي مكتبة اسمها IOStream. المكاتب باللغات البرمجية بـ C++ عموما هي عبارة عن مجموعة من الأدوات تساعدنا على مهام معينة. كمثال، في مكاتب رياضية بتساعدنا على حل المعادلات. مثال تاني، في مكاتب بتساعدنا على معالجة الصور، إدخال الصور، إخراج الصور، وما إلى هنالك. لهيك هلأ حتى أستخدم أداة Cout لازم أعرف إنه هي في إلها مكتبة اسمها IOStream، وتعلم على استخدام مكتبات شيء كتير ضروري بأي لغة برمجية. لحتى أستطيع مكتبة IOStream بكتب مربع include، بعدين أكبر وأصغر بكتب بيناتهم IOStream. ولحتى كمان أقدر استخدم تعليم Cout، في تعليم إضافية لازم أكتبها هي using name space std، لأن السي اوت هي قسم من اس تي دي او ما يسمى نيم سبيس بجو اي او ستريم. لهيك هدول التعليمتين كثير اساسيات ضروريات لحتى تشتغل السي اوت. وما ننسى هون فاصله من قوته بعد الاس تي دي. لهيك هلا احاول شغل برنامجي. لاحظ هون انه هلا البرنامج عم يحاول يشتغل وفعلا طبع كلمه هلو. وهلا ححاول يعني أضيف بعض الأمور على البرنامج، بعض الأمور على البرنامج. مثلا بدي أكتب بعدها، خلينا نكتب تعليمة ثانية بعدها Cout from git forces. ndl نشوف هلا كيف ممكن يطلع. لاحظ هون طبعا hello from git forces. هلا حغير انا، بدي اكتب، ما بدي اكتب هلو، بدي اكتب اسمي مثلا Cout عبد الله. احاول هلا كمان اشغل برنامج. لاحظوا فورا اعطاني خطا عند شايف المربع الاحمر عند كلمه عبد الله، بيقول لي عبد الله was not declared، عبد الله غير معرف. السبب هون انا حتى اكتب هذا النص لازم احطه بين علامتي تنصيص، هذا الشيء لازم دائما نتذكره. حطهم كمان نقطتين. هلا حارجع اجرب. لاحظ كمان اعطانا خطأ تاني. السبب هو انا حنسيت حط فاصلة منقوطة، هذا الشيء صحيح، حط فاصلة منقوطة وارجع جرب. لاحظ انه البرنامج اشتغل هلا حاليا، ولكن مو بالشكل اللي انا كنت متوقعه. الفكرة هون انه هو لزق عبد الله ب from git forces، لهذا الشيء ما بدي اياه، مع اني انا حطيت عبد الله from git forces تعليمتين مختلفتين. ولكن اذا بنلاحظ البرنامج حرفيا انا هون عم اقول سي بلس بلس تطبع عبد الله وبعدها مباشره تطبع فرام كيت فورسز. لهيك انا لازم احدد انه هي مثلا تعمل خلي فاصله مقوطه، بس هون حط اربع فراغات مثلا حتى تكون الجمله اوضح. تمام، هذا الشكل كثير احسن من المره الماضيه. او حتى انا فيني استعيد عن الاربع فراغات بباك سلاش تي. شوف اذا
كثير حلو، كمان عطنا 4 فراغات او تاب ما يسمى تاب. لهيك فكرة مثلا اذا بدنا نعمل شيء قريب للجدول او قريب من فراغات، مثلا 4 فراغات متتالية، فينا نستخدم باك سلاش تي دائما. حتى هلا فيني انا القي استخدام باك سلاش تي، استعمل الاند ال العادية اللي تعلمناها المرة الماضية، اللي هي بتبلش بتخلي الخرج يبلش من سطر جديد. لاحظ هون تماما الخرج بلش من سطر جديد. حتى في شغلة إضافية، فيني أمحي الـ end L وأرجع على الـ backslash، بس ما أكتب backslash، أكتب backslash N وشوف شو بتعمل. لاحظ هون إنه هي عملت مثل end L تماما، بلشت من سطر جديد. لهيك بنلاحظ إنه عندنا backslash T لحتى تعطينا tab، backslash N لحتى تعطينا سطر جديد بالطباعة. كتير حلو. هلا حاول أكتب اسم حدا تاني، مثلا cout أحمد، وما انسى الفاصلة المنقوطة، وما راح انسى الباك سلاش مثلا تي. اعمل سي اوت، عفوا راح اعمل تشغيل البرنامج. لاحظ هون اعطانا احمد وعبد الله from Pit Forces. الفكرة هون انا هلا حاليا ما بدي انا كلمة عبد الله، بدي خلي بس كلمة احمد. لهيك عندي خيارين، يا اما امحي التعليمة تماما مثل هيك امحي عادي، يا اما فيني خليها اذا بدي استخدمها مستقبلا بس الغي فعاليتها. كيف الغي فعاليتها؟ او كيف فيني اقول لسي بلس بلس انه تتجاهل هي التعليمه عن طريق سلاش سلاش. لاحظ هون انه صارت لون رمادي. اذا حاولت شغل البرنامج لاحظ فعلا انه سي بلس بلس تجاهلت تعليم طباعه اسم عبد الله، ودغري بلش نعد احمد تجاهلت هي التعليمه وطبعت سي اوت فروم هيل كيدز فورسز. بنلاحظ انه مثلا هون عملية الغاء التعليم كانت مفيدة جدا، انه انا خلتني مثلا ابقي على هي التعليمة، فيني استخدمها مستقبلا، فيني الغي التعليم اللي فوق، وهذا الشيء كتير مفيد. وايضا كمان الشيء المفيد الثاني، ممكن انا اكتب عبارات توضيحية تكون مثلا هون عبارة مثلا تعليمة طباعة، تعليمة الطباعة في سي بلس بلس. طبعا فينا نكتب، لاحظ فينا نكتب باللغة العربية، فينا نكتب بأي لغة، مو مهم لأنه هي التعليمات أو ما حينكتب بعد سلاش سلاش حتجاهله سي بلس بلس. فيني أكتب مثلا هون مثلا أنه من هنا يبدأ البرنامج في سي بلس بلس. فيني اكتب تحت كمان من هنا ينتهي التنفيذ. شايفين هون حطيت عبارات توضيحية لحتى مثلا انا مثلا اذا حدا جديد او بدي اعلم حدا غيري مثلا بلاحظ فورا انه من هون لازم يبلش كتابة تعليماته، هون لازم ينهيهم. وهيك بتعرف على سي بلس بلس بسهولة ووضوح أكثر. طبعا مثل ما شفنا ممكن أكتب تعليمات لغة إنجليزية، ممكن خلي سي بلس تجاه تعليمات، كله هذا بيعتمد أنت كيف حابب تكتب برنامجك. وتقريبا هاد كان كل شيء لليوم، بتمنى تكون معلومات مفيدة وحلوة. تحدي للفيديو الجاي حيكون أن تكتبوا الأرقام من 1 لـ 9 بالإضافة إلى الصفر مثل ما نوضح بالصورة، تعليمة سي أوت وحدة، وتورجونا الخرج بالتعليقات. وكل التوفيق.